طيب دي جزئية، جزئية حسام عاشور، هل تمام. تواصلتوا معاه ولا لا؟ لا انا كلمت النهارده الصبح، كلمت الباشمهندس عدلي، اه كان في عدلي مين؟ باشمهندس عدلي القيعي، اه مدير كلمت التعاقدات السابق. النادي الاهلي، كلمت الباشمهندس عدلي القيعي وحسام عاشور، يعني موافق مبدئيا، لان حسام عاشور تواصل مع تامر، مع كابتن تامر عز، مع حفظ الالقاب لكل الناس، وحسام عاشور موافق مبدئيا يعني. طيب هو طيب المهندس عدلي القيعي طبعا هو مستشار التعاقدات او مستشار مجلس الاداره في شؤون التعاقدات حاليا، الى جانب تمام. طبعا ان هو كان ليه خبره كبيره كمدير تسويق ومدير تعاقدات قبل كده في النادي الاهلي. حسام عاشور موافق، هل العرض بتاع حسام عاشور واضح؟ ما هو حسام عاشور عشان يوافق لازم تكون انت قلت له عرض واضح، سواء بالمبالغ المالية أو بمدة التعاقد. تمام. فنجيب من الآخر بقى. حسام عاشور موافق مبدئيا، المبلغ النقدي هو الفيصل، احمد فتحي مطلوب بالاسم، أحمد فتحي من مين؟ احمد فتحي مطلوب بالاسم، من ما زي ما قلت حضرتك، اي نادي هنا في امريكا هتجيله بسي في اي كلاس، لعب في منتخب بلده وهو اباوت تو ريتاير، فخلاص، فهو طيب بص هم سيب بس عشان ايه، انا سبتك في موضوع شيكابالا. انت تمام دلوقتي بتقول لي حسام عاشور موافق مبدئيا، طالما ان تمام حسام عاشور موافق مبدئيا يبقى انت قلت له على الرقم، على المبلغ، وهو عنده عروض سعوديه وعنده عروض برضه بارقام كبيره جدا، وهو نجم كبير حسام عاشور. فكام الرقم اللي انت عرضته على حسام عاشور وكام مده التعاقد، وهل هي برضه فعلا موسمين ولا لا؟ مدة التعاقد سنة، سنه كلهم مدة التعاقد سنة، حلو قبل للتجديد مبدئيا. سنة مبدئيا، قبل للتجديد على حسب أدائهم، يعني على حسب، بس خلي بقى حضرتك من النقطة، حكاية الغربة والهوم سيكنس والأدجاست بتاع إن أنت هتيجي أمريكا، يعني أمريكا غير الخليج، غير أوروبا، أنت بتتكلم في، أنت بتقطع نص الكرة الأرضية. ماشي، بس في النهاية بص من الآخر، أنت حضرتك قلتها، يعني لعيب زي شيكابالا وحسام عاشور وأحمد فتحي مش هيجي يلعب في الدوري الأمريكي غير عشان الفلوس، وطالما هتبقى مدة سنة يبقى الفلوس مش أقل مثلا من 20 25 مليون في الموسم عشان يخليه. يا رب، يا ريت والله، يا ريت تبقى 100 مليون، خليها على الله. لا يعني المبلغ المالي المعروض على حسام عاشور يصل إلى 20 مليون فعلا ولا لا؟ هو حسام قال لك كده؟ أنا بسأل حضرتك. لا، يبقى تسأل تامر عز، ما تسألنيش لا أنا. أنا ماليش دعوة، أنا بسألك أنت. ما هو مين اللي يخلص يا أستاذ إسلام؟ هو أنت خايف تتكلم ليه يا باشمهندس؟ مش خايف، لا حول ولا ما هو قوة، خايف كده، ليه؟ ما أنت قلت لي حسام عاشور رحب، طالما رحب يبقى أنت قلت له مدة تعاقد، يبقى أنت قلت له المبلغ المالي. إحنا قلنا مدة تمام. تعاقد اللي هي سنة، المبلغ المالي قد إيه؟ المبلغ المالي، ما هو برضه نفس الكلام، في يتراوح يعني، بص يتراوح بص، صل على النبي، عليه الصلاة والسلام. مين اللي هيدفع؟ انا اللي هدفع؟ أنت عرضت عليه إيه؟ أنا ماليش دعوة مين اللي هيدفع، أنت حضرتك قلت له كام في التليفون؟ ماشي، مش انا اللي قلت له على فكرة، اللي كلم حسام هو تامر عز، حلو، والله اللي قال له، ما أنت أكيد عارف. لا، تامر لسه ما كلمني، اصل تامر نزل انتخابات مجلس الشعب فمش فاضي، طيب بس هو هي زي ما بقول لك، هي مجلس شيوخ مش مجلس شعب. لا، مجلس الشيوخ ده اللي قريب، اه انما تامر عايز نزل مجلس ماشي الشعب ماشي بعيده، ايا كان، فهو بس مشغول اليومين دول. انا بتكلم في الرقم او المبلغ المالي، المبلغ المالي قد ايه؟ المبلغ يعني تامر، يعني تامر اتكلم معاه في حدود 3 مليون دولار. 3 مليون دولار. طيب ماشي، تمام، يعني مش بعيد عن الرقم ده لحسام عاشور. ان شاء الله. احمد فتحي قلت لي مطلوب بالاسم، مطلوب بالاسم في نادي ايه؟ نفس الكلام برضه، هو نفس الكلام، لا ما الدوري الامريكي. كلمة انه مطلوب بالاسم يبقى في نادي بعينه هو اللي طالبه. لا، احمد فتحي ايوه هو عندنا هنا، عندنا الاندي 11، وفي وهنا على بعد، يعني على بعد ساعتين من انديانا، في نادي شيكاغو فايرز برضه معانا. دول العرضين الخاصين بأحمد فتحي. ان شاء الله، ان شاء الله. طيب هل المبلغ برضو يتراوح 3 مليون دولار بالنسبة لأحمد فتحي في الموسم،
ولا اكتر باعتبار ان هو موقع لنادي بيراميدز بمبلغ كبير برضه؟ لا، احمد فتحي يعني اعلى شويه، لان احمد فتحي يعني عن طريق المخاطبات بتاعت تامر ومخاطبات ايفر جرين لوس انجلوس، والمبلغ بتاع احمد فتحي يتخطى ال 3 مليون دولار. يصل إلى 4 مليون دولار في الموسم. اهو ربنا يسهل، قول يا رب، ربنا يجيب الخير، ربنا يجيب الخير. طيب تنتهي المفاوضات ديت في غضون قد إيه، ولا ممكن المفاوضات دي في الآخر ما تتمش؟ لا ان شاء الله هتتم، باذن الله هتتم. انت خليك متفائل كده يا عم اسلام. لا أنا خليني بس إن إحنا بنخاطب المشاهدين، وإحنا بنتكلم في إن دوت في إطار طي أو في إطار التفاوض، وبالتالي ممكن المفاوضات تتم وممكن ما تتمش. بس خلي بالك من نقطة، اتفضل. أحمد أوريدي موقع مع بيراميدز، يعني ما هو هو أوريدي انا عشان كده بقول لحضرتك. يعني أحمد فتحي أوريدي هي هاف أ كونتراكت إن هاند، وأوريدي هي تايد تو هيز كونتراكت، فالكلام مش هيبقى مع أحمد فتحي، هيبقى مع بيراميدز وإدارة بيراميدز. طيب ده بالنسبة، يبقى وبالتالي برضو نفس الأمر ينطبق على شيكابالا، لأن شيكابالا مرتبط بعقد مع نادي الزمالك، تمام ومش هيمشي من نادي الزمالك الا لما ترجع لاداره نادي الزمالك. تمام، وده اللي هيعمله تامر عز بالاتفاق مع المستشار مرتضى او مع الاستاذ احمد او مع الاستاذ امير. احنا قلنا ان 3 مليون دولار لحسام عاشور، نفس المبلغ دوت بالنسبه لشيكابالا؟ شيكابالا بالنسبه لنا هتبقى اصعب صفقه، لان تامر يعني طبعا انا ما اعرفش الامور الداخليه ايه في نادي الزمالك، بس شيكابالا هيبقى مبدئيا هو اصعب صفقه، يعني ده اللي نقدر نقوله. نفس المبلغ اللي معروض بالنسبة لحسام عاشور هو بالنسبة لشيكابالا؟ بامر الله بامر الله بامر الله. أستاذ محمد بس سيف اتفضل. خلي بال حضرتك من نقطه، هو شيكابالا مرتبط بعقد قوي مع نادي الزمالك. نعم. شيكابالا مرتبط بعقد قوي مع نادي الزمالك، وشيكابالا بيحب الزمالك. دي حقيقة، وهو يعني حسب معلوماتي كمان انه بيتعامل معاملة كويسة داخل نادي الزمالك، باستثناء الفترة الأخيرة انه ما بيلعبش الماتشات الودية، لكن انا بتكلم في إدارة نادي الزمالك بيتعامل معاه بشكل مختلف عن الفترات السابقة. أستاذ محمد تمام. سيف الوسيط في عروض او العروض الأمريكية لشيكابالا واحمد فتحي وحسام